السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا تقنيين الأخبار؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. محمد ريان معاكم في حلقة جديدة على قناة محمد ريان على اليوتيوب وموقع تيكون بلس. كل عام وأنتم بألف خير وألف ألف ألف مبروك وألف ألف ألف شكر ليكم لمساندتكم ليا. وصلنا لعشر تلاف مشترك في وقت قياسي جدا جدا، ما كنتش متخيل طبعا ان انا هوصل للرقم ده في نهاية الشهر الكريم، ولكن كان في طموح وفي اجتهاد عالي جدا الفترة اللي فاتت، عشان كده الحمد لله وصلت لي العشر تلاف، والنهاردة 10260. حبيت ان انا اعمل جيف اوي اساعد بيه كل الناس اللي موجودة عندي والناس اللي سندتني في القناة والناس اللي فضلت معايا من البداية والناس اللي كانت معايا اصلا من اول 200 مشترك و500 مشترك. الجيف اوي ده هيكون فيه اكتر من فائز، مش فائز واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة، يبقى فيه سبعة فائزين باذن الله. ده اول جيف اوي. في جيف اوي تاني هيبدأ بعد انتهاء الجيف اوي ده على طول ان شاء الله، عشان اقدر اغطي اكبر قدر كافي من المتابعين اللي عندي في القناة. الجيف اوي ده الستة الفائزين الاولانيين هيفوزوا بدومين دوت كوم مدفوع، هيكون الاسم من اختيارهم، يعني الستة اللي هيفوزوا هيختاروا اسم الدومين اللي هم عايزينه وان شاء الله انا هحجزه لهم. السابع بقى هيفوز بنسخة مدفوعة من سكريبت اختصار الروابط مقدمة من احد اصدقاء القناة. تمام يا شباب، الشروط او ازاي تشترك في الجيف اوي ده سهلة جدا جدا. زي ما احنا عارفين طبعا ان احنا شغالين دايما على موقع جليم، هتلاقي الرابط تحت موجود في الديسكريبشن، الا وهو رابط الاشتراك في الجيف اوي ده. علشان تفوز في الجيف اوي ده او تشترك في المسابقه لازم تسجل بالايميل او بحساب الفيسبوك بتاعك عشان نعرف نتواصل معاك بعد ما تخلص. عشان تشترك هتدوس هنا على كلمة ايميل او هتدوس على كلمة فيسبوك، وليكن مثلا انا هسجل بالايميل، هتكتب اسمك هنا وبعدين هتكتب الايميل بتاعك وبعد كده هتدوس سيف. لو عايز تشترك بالفيسبوك اشترك بالفيسبوك عادي جدا، طبعا انا هشترك بالفيسبوك عشان اعرف اسجل قدامكم دلوقتي واوريكم خطوات ازاي. هتدوس هنا كونتينيو از محمد، يعني كونتينيو از الشخص نفسه الايميل بتاعه عشان نعرف نتواصل معاه لو ان شاء الله بيجي سعيد الحظ وفاز. المهم يا شباب، عشان تفوز بالمسابقة دي لازما وشرط ان انت تعدي الاختبارين دول، اول اختبار عليه 10 نقط وتاني اختبار عليه 10 نقط. طيب خليك ما عدتهمش، فرصتك في الفوز هتبقى قليلة جدا جدا. الناس اللي هتعدي الاختبارين دول هم اللي هيفوزوا، هيبقى فرصتهم كبيرة جدا جدا في الفوز. طبعا الموقع بيدي افضلية للناس اللي بتعدي التاسكات دي. هتدوس كده على العلامة دي هينزلك تحت تقول له سيف ده الايميل، بعد كده تدوس سبسكرايب هير عشان تشترك في القناة. تمام، بعد ما تدوس سبسكرايب هتحصل على العشر نقط. بعد كده هتدوس على العلامة دي برضو عشان تشترك في الثلاث قنوات اللي فازوا معانا بالدعم. هيوديك على صفحتي على الفيسبوك على البوست الخصوصي اللي نزلت فيه اسماء القنوات اللي فازت بالدعم. هتخش تشترك في الثلاث قنوات، وبعد ما تشترك في الثلاث قنوات دول، اول قناة المصري تيك، تاني قناة المبدع للشروحات، ثالث قناة مستر اندرويد، هتلاقوا الثلاث رابط برضو موجودين تحت في الديسكريبشن لمدة شهر ان شاء الله. هتنزل تحت في التعليقات تكتب لي تم عشان اعرف انت اشتركت ولا لا. طيب شروطها ايه؟ هعرف ازاي الناس اللي هتعلق على البوست ده لو كانوا هم الفائزين؟ هختارهم من خلال التعليقات دي. فشرط اساسي ان انت تشترك في قناه محمد الريان وتشترك في الثلاث قنوات دول. بعد كده بتدوس كونتينيو، يبقى انت كده خدت ال 20 نقطه، ال 20 نقطه بونص. وممكن تشترك باي ايميل تاني، يعني مثلا عندك خمس ايميلات خش اشترك بيهم في الجيف اوي عشان تقدر فرصتك تبقى عاليه جدا في الفوز. دي كده اول جيف اوي اتعمل في القناه، وان شاء الله مش اخر جيف اوي. وكل سنه وانتم طيبين، والف الف مبروك والف الف شكر ليكم. كان معاكم محمد الريان، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتنسوش اللايكات على الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.